زي ما انتوا شايفين الدنيا مليانه مشاكل الفتره دي، والاوضاع كل شويه عماله تتغير، والدار بقت في خطر. مش الدار بس، كل اللي بنزل على الطار بقى في خطر. ولو المسؤوليه اللي عليا انا ما كنتش هاخد القرار اللي هقوله لكم دلوقتي ده ابدا. انا هسيب الدار وهرجع تاني مصر. لازم اكمل اللي بدأ وزن العطار لحد اخر نفس فيا. وعشان اعرف اعمل كده لازم اشوف اكتر حد فيكم يصلح انه يكون رب الدار من بعدي. عزيز اخوكم عزيز هو اللي هيكون رب الدار من بعدي. لو في اي حد فيكم عنده اعتراض يقول، انا عمري ما حسبتكم على اي حاجه. صح؟ بارك العزيز وادعوا له. مبروك يا عزيز، ربنا يكون في عونه في الايام اللي جايه. تستاهل كل خير. ما انا قلت لك من الاول يا يوسف بيه، انا ماليش علاقه باللي حصل ده. عيله العطارين دي خيرهم عليا، والموت عندي اهون بكتير من ان افكر حتى في خيانتهم. بقول لك يا حربي، ما انا لو مش عايز اصدقك من الاول ما كنتش صدقتك ولا مشيت ورا كلامك. من اللي عمل كده في صالح يوسف بيه؟ وراح متزن العطار لاخد حقه وحق الايام السودا اللي انا شفتها في السجن ظلم. بقول لك يا حربي، ما تدخلش نفسك في مشاكل وسيب القانون ياخد مجراه. قانون؟ القانون اللي بيحكم الناس اللي بره دي غير القانون اللي انت تعرفه يا يوسف بيه. احنا لينا قانون وبنعرف نطبقه على نفسنا كويس. ولو كل واحد عمل كده يا حربي هتبقى الدنيا غابه، وانا حق صالح اجيبه. وقبل ما امشي من مكاني ده، انت المفروض دلوقتي ترجع لاهل زين العطار، هما محتاجينك جنبهم. انا اكيد هرجع، بس يا رب هما يصدقوني. هيصدقوك، وكمان لما صالح يرجع بالسلامه وتقف جنبه. وياريت بقى، ياريت ما اشوفش وشك هنا تاني. متشكرين على حسن الضيافه يا يوسف. اللي سمعتيه يما. ياكي فاكره يا بت ان الناس هتوافق ان عيله مفعوصه زيك تمسك العموديه؟ مش بالسن يما، وكمان اهل البلد كلهم شافوا انا عملت ايه لما كان ابويا تعبان. يا بت عملت ايه؟ الناس كانت بتجاملك عشان خاطر ابوكي راجل طيب لا بيهش ولا بينش، واديكي شايفه اللي كان بيحصل. سرقه وقتل ونهب وقطع طريق وبلاوي كتير. خلاص انا هبقى العمده. ايه بنوزع حلاوه ولا ايه؟ انت مخبول ولا ايه يا واد؟ مين انت؟ اسمك ايه؟ مين انت؟ تكونش فاكر نفسك من بقيه اهلنا ولا من عيلتنا ولا حاجه؟ من بقيه اهلكم. انا ابن سليم العطار. يا عيني يا واد، كانك مخبول. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي سمعتيه، انا عمار سليم العطار يا عمتي. عم الدبب يا واد، مالك واخد ايه انت؟ واللي جالك ده من ايه؟ شفت الكلام ده في الحلم ولا حد جرالك الفنجان؟ لا، الشيخ عبد القادر الله يرحمه هو اللي قال لي، ولما رحت قعدت مع ابويا هو كمان قال لي. الشيخ عبد القادر مات وشبع موت، ولو كان جم القبر بنفسه وقال لي الكلام ده يمكن كنت اصدق. انما سليم اللي انت بتقول عليها ابوك محدش عارف عنه حاجه. اتقتل، اتخطف، خدوه تحت الارض، الله اعلم. بس انا مصدقه ياما. ما يهمنيش تصدقي ولا ما تصدقيش. مين انت كمان؟ انا بقى ما بصدقش غير اللي اشوفه بعيني واسمع بوداني. معاك حاجه تثبت الكلام ده؟ ما معهوش. انا بقى ماليش في الجيل والجال، الكلام كده على الفاضي ما يخشش نافوخي. بص يا واد، انا هروح انام اريح دماغي من خرابتكم دي، بس لما اصحى مش عايز اشوفك في الدار ولا في البلد كلها، والا هدخلك السجن بطريقتي او الغفر يقتلوك. اما ما ولما يشتحك الهي ربنا يريحني منكم. انتوا ايه، بناتي ولا شياطين؟ اسمع يا بت، مش عاجبك كلامي غوري معاه. أنا خلاص فضيه، وقت الجلع خلص من زمان. يا روح ما بعدك روح يا روح أمك. أنا هشوف إيه اللي هيجي في الأيام الجاية. أنتوا بقى نطوا من نفوخي. والعمودية مالكيش صالح بيها، لا أنت ولا هو.
فوقه، دي عمودية. العمودية قال شوفي أنا هكلم النقطة واتفق معهم على كل شيء، ملكوش صالح بحاجة. اندفن الكلام يا ابن سليم. أنا مش حاسس إن اللي هيحصل هيبقى خير. ومش هيبقى خير يا عمار، طول ما في همه أنت لازم تمشي، بس أنا مش هسيبك. وأنا مش هسيبك يا روايل، حتى لو هيقتلوني مش هسيبك، إحنا مبقاش لينا غير بعض، وهنفضل سوا هنمشي مع بعض. اهلا اهلا، القاهره منوره. منوره باهلها يا سيد باشا. مالك يا معتصم، متضايق ولا ايه؟ لا خالص يا باشا، بس يعني مستغرب. مستغرب ليه يعني؟ عشان جبتك على ملا وشك؟ احنا شغلنا كده ساعات بيبقى سريع، بعدين كل تاخيره وفيها خيره، وانا جايبكم النهارده في خير. واحنا تحت امرك يا سيد باشا طالما في الخير. طب يا معتصم، اللي يقول ابوي احنا معاه فيه يا سيد باشا، يعني احنا كمان تحت امرك. اللهم صل على حضرة النبي. بنتك دي حاجة وفي بنتي ومرت معتصم. ما شاء الله، انا احب كده الشغل العائلي، بيبقى كله حنان وحب ودفء، الناس بيبقى قلبها على قلب بعض. اهم حاجة الرضا يا سيف باشا، طول ما كل الاطراف مرضية طول ما الشغل هيمشي. يا سيدنا النبي، ايه الحلاوة دي؟ مراتك ست زي الفل يا معتصم، هادية كده ورزينة، خليك وراها هتكسب. نرجع لموضوعنا يا باشا. نرجع لموضوعنا. انتوا دلوقتي اكبر عيلتين في الكفر، عيلة محمد وعيلة عبد الهادي. لما عبد القادر مات الله يرحمه والكفر من غير عمده، في حاجات كتير قوي مهمه في الكفر غير العائلات والانساب والحاجات دي، وانا جايبكم النهارده عشان نخلص من الموضوع ده، واللي هقوله هيتنفذ وهنقول امين. أمين ها؟ من غير تفكير وكلامي هو اللي هيتنفس. ما كنتش متخيل إنك هتيجي بالسرعة دي يا سيف بي. كل حاجة بتجري بسرعة الأيام دي يا جنان، الموازين بتتقلب كل شوية، عشان كده تلاقيني مستعجل وبجري كتير، زي ما بيقولوا كده خير البر عاجله. عندك حق، أنا عرفت إنك عايز الورق اللي يخص تجارة السلاح. استغفر الله العظيم، إيه يا جان هانم بالكلام ده؟ أنا مش بتاع اللوعة ده خالص طبعا. بلاش الطريقة دي معايا يا سيف، أنت عايز الورق عشان توصله لنوح صح؟ طالما سعادتك جيتي دغري كده وبالحلاوة دي يبقى صح. بس أنت برضو عارف إن الورق ده لا يمكن حد يشوفه إلا الكبار في عيلة العطار. أنا هديك الورق بس كل حاجة وليها تمام. وأنا شاري. أنت عارف إن العيلة هتبطل التجارة، عشان كده أنا محتاجة الحماية. الحامي هو الله سبحانه وتعالى. مش فاهمة يعني إيه؟ إحنا جانا هانم في فترة ابتلاء، وعند الابتلاء استحب الدعاء، وليس لنا إلا الدعاء. ندعو ربنا سبحانه وتعالى بقى إنه يفرج الهم ويكشف الغم وتعدي على خير يا مدام جهان. قولي امين. امين، وعدني. اوعدك ليك الحمايه طالما حوصل لاهدافي، واللي انا عايز اوصل له محمي، يبقى ليك الامان والحمايه. دي كلمتي يا مدام جهان. في ايه يا رهمان؟ صوتك في التليفون مريحنيش. ماليش يا يحيى، انا كويسه. مش باين يعني، مالك فيه؟ انا اول مره احس كده. بابا الله يرحمه كان دايما يقولي ما تخليش حد يشوف دموعك، بس كان جنبي، كان مقويني. بعد ما مات ما سابش حاجه غير الخوف. خوف من ايه بس؟ خوف من ان كل اللي بناه يضيع بسببي. يمكن لو كان راجل هو اللي شايل اسم هاشم الذهبي، ما كانش سيف قدر يعمل اللي عمله ده، وكان قدر يحافظ على مكانه في السوق، ما كانش حد قدر يعادينا ويتحكم في شغلنا، وكان هيقدر يحافظ على اسمه. وانت قدها يا رهام، هو سيف اللي كان نوعه من بدري، احنا في حدوته كبيرة قوي، كل اللي فيها بيوصلوا للي مكتوب ليهم في الاخر. وانت عايز توصل لايه يا يحيى؟ انا عايز ارتاح،
بس انت عمرك ما عملت حاجة تخليك ترتاح. انا شايفاك من جوه، شايف الراجل اللي جواك اللي نفسه يلحق عيلته بس متكتف، لا عارف تقول انا مالي ولا عارف تلحقه. بس الغريبة ان انت اللي مكتف نفسك. مكتف نفسي ازاي يعني؟ مكتف نفسك بإحساسك انك ما تستاهلش. انت تستاهل كتير قوي يا يحيى، ولو عايز تلحق عيلتك الحقهم قبل ما يفوت الوقت، يمكن تقدر تعمل اللي انا ما عملتوش. انت مكانك في بيت العطارين مش في اي مكان تاني، ولو ما روحتش هناك كل اللي عملوا زين هيتضيع، واولهم اخواتك اللي انت بتخاف عليهم. لو بتحبهم بجد يا يحيى لازم تروح، انت لازم تبقى كبير العطارين. تسمع على خير يا ريم. رايح فين؟ هروح اوضتي وفكر في اللي بتقوليه. هو انت ممكن تفضل جنبي النهارده؟ اه طبعا. ريم هو انت بتحبيني بجد؟ يحيى انت لازم تنسى الموضوع ده. انا عمري ما دخلت حرب خسرانه، وانت قلبك مع واحده غيري. انا معرفش ازاي انا اصلا قلت كده، فلو سمحت انساه يعني. انسى ازاي يعني؟ انا قلبي مش مع حد يا ريهام، وما اظنش هيبقى مع حد تاني. امال بتسال ليه بقى؟ هتفرق معاك ايه؟ لا هتفرق كتير. انا كنت حاسس احاسيس كتيره قوي ووحشه اول ما اتكلمنا عن جوازنا. كنت حاسس اني رخيص وببيع نفسي، وانت ما كنتيش شايفه فيا اي حاجه غير اسمي، واحد ابوك قال لك عليه قبل ما يموت عشان يحميك ويخلي باله منك. انا حتى ساعتها لو كنت بكابر، بس لما بدات احس انك بتحبيني قلت لازم احاول. تحاول ايه؟ نحاول يا ريهام، نحاول مع بعض، نحاول نحب بعض ونكبر سوا، نحاول نعيش حياه طبيعيه زي اتنين متجوزين بيحبوا بعض. زين العطار ما كانش هيبقى زين العطار غير لما مراته جيهان تبقى واقفه في ظهره، وانا بيكي هقدر ابقى اهم من زين العطار. تفتكر هنعرف؟ مفيش اي نتائج مضمونه، احنا نجرب وجايز تصيب يمكن، وساعتها الناس كلها هتحكي على بنت هاشم الدهب وابن زين العطار. توعدني تحافظ عليا وعلى اللي بابا عمله؟ وعلى اللي زين العطار عمله. أنا وأنت يا ريهام هنقدر نعمل اللي ما عملوش زين العطار وهاشم الدهب، ونرجع كل حاجة أحسن ما كانت. بس وأنت مراتي اللي بتحبيني ومصدقاني وشايفاني أحسن واحد في الدنيا، وأنا في ظهرك يا يحيى ومتأكدة من اللي أنت بتقوله. يبقى يلا بينا بقى نجيب حقنا. الله الله، والله اتغيرنا وبقينا نلبس وفتحنا واهدى الحلاوة دي. اوعى يا بت تكوني فاكراني مش واخدة بالي. ايه حكاية الدكتور الجديدة دي؟ يا بت ده ما بيشيلش عينه من عليك لما تكوني قدامه ولا يوم السبوع. شوفي يا حبيبتي، لو فاكرة انك ممكن تتجوزي تاني، لا ولا تفكري يوم واحد انك هتسيب البيت ده دقيقة واحدة بالوقت. ما كفاية عاد، سيبيني في حالي يما، خلي في قلبي مكان يجرالك الفاتحة لما تموتي. الله يرحمك يابا. اسم الله عليا يا حبيبتي، إن شاء الله تموتوا كلكم، أنا قاعدة على قلبكم لطالون قاعدة. وإن كان على أبوكي ربنا ما رحمهوش لوحده، ده رحمنا إحنا منه لأنه كانش ليه لازمة أصلاً. واني مش زي أبوكي يا حلوة. ما هو مفيش زي أبويا يما، اوعي تفتكري انك هتربطيني جنبك عشان كلام فارغ قالتهولك واحده بتضرب الودع. ده مش كلام فارغ يا بت، الولا ابنك ده صالح قدم الخير وهيبقى الكبير، وانا هفكرك. وقدم وموت ابوي هو ده الخير؟ قدم وموت وشوم زي ابوه عبد الله. انت مش فاهمه حاجه، الولد ده وش خير، انما ابوك انت اللي كان موقف الخير كله لانه وش البوم، وده ابنك هيبقى الكبير. مش هيبقى ومش عايزاه يبقى. وتعالي نفترض يا ستي انه بقى الكبير، انت عاوزه ايه؟ ناويه على ايه؟ ناويه تخلد يما؟ يا اختي ما حدش مخلد فيها، لكن على الاقل الحبه اللي عايشينهم نعيشهم صح. وابنك ده انا هعلمه كيف ياخد حقه، ومش هتفضل طول عمرها في ايد ولاد زين، فاهمه ولا لا؟ كفايه بقى يما،
كفاية، انت مغمية عينيكي وعايزة تصدقي اللي انت عايزاه اللي هو مش هيحصل. عارفة ليه يما؟ عشان انت عايشة في وهم وأمل حق مش حقك، وكلام قالتهولك واحدة عشان ترضيكي وتاخد منك قرشين، وانت مصدقة. عارفة ليه مصدقة الكلام؟ عشان تحس انك صح وتوصلي للي في دماغك. كأنك عبيطة يا بت. حقي ده اللي مش حقي. أنا مين؟ أنا بنت العطار، ده حقي فرصة أبوي. وبعدين الكلام ماله الكلام؟ حتى لو كان وهم أنا مصدقة وعايز أعيش فيه، وهفضل وراه وأكبره لحد آخر يوم في عمري. اعملي اللي تعمليه، اعملي اللي تعمليه، ومهما وصلتي خليكي فاكرة إن نفس الست اللي أنت صدقتي كلامها دي هي نفس الست اللي صعبتي عليها بعد اللي شافته عنك. إيه؟ أنت ما تعرفيش إن كذب المنجمون ولا صدقوا؟ إيش معنى في دي يعني؟ كدابين في حاجة وحاجة لا؟ ولا كدابين في اللي مش على هواكي ياما؟ فوقي ياما، فوقي عاد. أنا حرة أصدق اللي أنا عايزاه وما أصدقش اللي أنا مش عايزاه. جسر الكلام، الواد ده مش هتروحي بيه في حتة من هنا، ومن هنا ورايح ده مش ابنك، ده بنانك.